السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الحاجات البراماتيك اللي موجودة في البيم. أول حاجة عندنا الداينامو، وده من برامج البرنامج جاي مع الريفت، وهو اوبن سورس، والبيئة بتاعته بتديك سهولة جدا في ان انت توصل حاجات مع بعض، فيبدأ ان هو كأنه كتبت كود برمجي بينما انت مكتبتش اكواد برمجية، انت مجرد بس وصلت بلوكات ببعض، وهو سهل جدا ومشروح على قناة بيم اريبيا بالتفصيل. عندنا برضو جراس هوبر، وده طبعا بيشتغل مع الراينو، والراينو والجراس هوبر برضو مشروحين على بيم اريبيا. وبعد كده هنلاقي احد برامج اللي هو الفيكتور ووركس، دي الشركة ليها برنامج اللي هو ماريونيت اهوت، ده برضو من برامج البراماتيك، تعمل اشكال لذيذة، وطبعا لو حاولت تعملها مانيوال هتاخد منك وقت كتير جدا، وسهل جدا تعدل الرقم فيتعدل معاك بسهولة جدا. دي اهم برامج البراماتيك. بالتوفيق.